السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم وميت مرحبا. وهذا الفيديو الجديد معكم زياد هادي استاذ آلة العود ونظرة من العراق. اليوم وياكم هذا فيديو جديد. قبل ما ابدي، اكو دورات موسيقية 8 محاضرات اونلاين لمختلف دول العالم، اشتراك شهري 8 محاضرات وتقدر تجدد. واللي اما في بغداد اقدر اذهب البيت الطالب، موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو. شرف الي الكبير اخواني. اليوم احنا عندنا شنو طريقة تقوية اصابعك، تقوية الريش. يحتاجك لازم تقوية الريش، لازم تكون عندك السلالم، تعرف السلالم جميعها وتقدر الريشة. هذا السبعة ثمانية، ثمانية نازل، السبعة الأعلى يعني سايد رايت. فيسألك دو سي دو، هذا عجب. دو سي دو سي دو ري مي ري با مي فا صل فا صل فا مي ري دو ري مي فا صل لا سي لا سي لا صل فا مي ري دو ري مي فا صل لا سي لا سي لا صل فا مي ري. وهكذا بدرجات وبسرعة مختلفة حتى يصير. لكن البداية هذا قوة عندك الريش حتى تقدر تشتغل وتقدر تأدي وتقدر تقسم وتقدر تعزف حتى تكون عندك سرعة. لأن بدون السرعة وبدون هذه الريش ما تقدر تشتغل. هذا واحد. الموضوع الثاني والمهم هو الوزن الموسيقي. كثير من يتصلون بي انه الوزن الموسيقي، يعني انت الوزن الموسيقي مع المترونوم 1 2، زين تسرع. يعني الضربة ضربة نازل ضربة صاعد، ضربة نازل ضربة صاعد. هذا المترونوم وهذه السرعة. فأنا أستطيعكم موضوعين في آن واحد، اللي هو السرعة واللي هو مع الميزان الموسيقي وكيف تقوي الريشة مالتك. أتمنى أن استفاديتوا، وتحياتي لكم وانتظركم بالدورات الموسيقية. وتنسوا اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.